خلينا بس نحط ايدينا على الاسباب اللي بتسبب النهم او الاكل الكتير في الشتاء. هنهم 5 اسباب عشان نبقى سرعه مع بعض كده. تمام. اول سبب اللي هو الجسم في الشتاء بيحتاج ان هو سعرات ياخد سعرات حراريه اعلى عشان يحس بالدفء، لان بيبقى الجسم محتاج يحرق اكتر عشان يطلع حراره، الحراره دي تدفى الواحد نظرا لانخفاض درجه الحراره في الشتاء. الحاجه الثانيه من ضمن الكلام ده الاكتئاب الشتوي. بمعنى اول ما الناس بتشم، زمان بقى ايام ما كان الفاكهه بتيجي في وقتها، اما الناس كانت بتشم ريحه الجوافه كده خلاص دخل في مود الاكتئاب الشتوي. بدا يتغلب على الاكتئاب ده ازاي؟ يطلع غله في ايه؟ في الاكل. اعظم علاج للاكتئاب هو الاكل. اعظم علاج اكتئاب شتوي. فتطلع من الاكتئاب تتخن تزعل زياده. المشكله ان علاج الاكتئاب مع الاكل ده بيترتب عليه ان انت هتفضل مكتئب طول عمرك. شايل بني ادم تاني معاك. الحاجه الثالثه اللي هو احنا ما بنشربش ميه كتير. صحيح. يعني قليل لما حد بيحس بالعطش. وفي ناس كتير ما بتفرقش بين العطش والجوع. يعني ايه ما بتفرقش بين العطش والجوع؟ الجسم محتاج حاجه، بعد اشارات المخ انا محتاج حاجه، فبروح يفتح الثلاجه ياخد الحاجه. في الاخر بيبلع، فهو الجسم كان محتاج اللي هو بيبلع بيه. اللي هو الميه او السوائل لما بيجوع. كثره تناول السكريات. هقول لك مفاجاه، ما اعرفش حضرتك تعرفها ولا لا. حضرتك تعرف ان السحلب اللي هو سحلب عباره عن شجره اساسا؟ السحلب هو الشجره دي بتستخرج من زهور معينه بطعم السحلب الطبيعي، احنا بقى حرفناه. جبنا الطعم ده وعملنا شويه نشا على شويه حاجات كده، ضفنا اضافات كتير. هتساعد بالدفء بس هتزود الوزن. مكسرات بقى، المكسرات الكتيره اللي على السحلب دي، هو المكسرات الكتير ما فيهاش اي مشكله. كويسه، مكسرات دهون صحيه جدا. صحي. يعني من الدهون الصحيه افضل من دهون كتير غير صحيه. الحاجه الاخيره كثره بقى تناول السكريات والسعرات الحراريه، وان انا ابقى قاعد اطلب دليفري وانا قاعد في البيت، اكل شدد البطانيه على رجلي سقعان بقى وكده. الحاجه الثالثه ان احنا الناس مش زي حضراتكم بتصحوا بدري. لو صحيت بدري يومك هيخلص بدري. ويومك لما يخلص بدري هتنام. مش هتقعد طول الليل، مش هتقعد طول الليل تفكر اصل انا عندي بكره في الشغل كذا، طب انا هعمل كذا، طب ماما تسلى اعمل لي كوبايه كاكاو كده عشان اتدفى. وما ينفعش اجيب بقى باتيهيه كرواسون بتاع واقعد اكل كده، فتلاقي الدنيا سعرات حراريه زياده ضربت مننا الموضوع. كمان حكايه الميه دي مهمه جدا، عايز اتوقف مع حضرتك عندها يا دكتور. احنا عموما اغلبنا في فصل الشتاء ما بنشربش ميه كتير زي الصيف، وده ليه مخاطر كمان على صحتنا وعلى جسم الانسان وعلى كل حاجه. اهميه انه لازم يبقى فيه ميه او عدد من اكواب الميه يوميا لازم استهلكها في الشتاء عشان يساعدني انا في حياتي وفي حرق الدهون وغيره. تمام. هنقول معادله بسيطه كده الناس كلها تعرف هي محتاجه ايه. لكل سعر حراري انت بتاخده بتحتاج 1 ملي ميه. ابسطها. الانسان الطبيعي ممكن ياخد 2000 سعر حراري في اليوم، اللي هو مش بيعمل نظام فقدان وزن. 2000 سعره حراريه محتاج 2 لتر ميه. 2 لتر ميه دول شاملين الشرب والمشاريب السخنه، شاملين كل حاجه. طيب انا جيت النهارده شربت فنجان قهوه، شربت مثلا كوبايه شاي، كل دي من مدرات البول، لازم اعوضها على الاقل بكوبايتين ميه. احنا بقى بنشرب شاي قهوه، ما بنشربش ميه، كل ده بيدر عندنا البول. فيحصل ايه بقى؟ ان احنا في الشتاء احنا مش هنشرب ميه، الاعتقاد ان احنا مش هنشرب ميه عشان ما ندخلش حمام كتير. لا، هو حضرتك المشاريب اللي هي مدرات بول والحاجات اللي بتاخدها مدرات بول هي اللي بتدخلك الحمام كتير. ناس كتير عندها اعتقاد ان احنا مش هنشرب ميه عشان احنا كده مش بنعرق في الشتاء كتير. بالظبط. لا، احنا بنعرق في الشتاء، بس حضرتك ما بتبقاش درجه الحراره مخليك مش حاسس بالعرق اللي بتطلعه، غير كده ان انت ممكن تخرج ده في صوره بخار، الميه اللي زياده في الجسم. يعني الميه مطلوبه على الاقل 8 كوبايات ميه للانسان النورمال الطبيعي في اليوم.